تصريحات روسية حيال الميليشيات الإيرانية وطالبتها بالانسحاب من سوريا، ومنهم من فسر هذا التصريح أنه بالانسحاب من المواقع القريبة من روسيا كي لا تتعرض لقصف إسرائيلي، فتدخل روسيا بصدام إما سياسي أو عسكري مع القوات الإسرائيلية. كيف تفسر كل ما ذكرنا؟ الكلمة لك أستاذ ربيع. نعم أستاذ أيمن، نعم وكالة ثانية للأنباء هي الأصح أن تسمى وكالة مسيلمة الكذاب للأنباء. نحن جميعا نعرف نعم يعني المرافق السياسية والإعلامية لنظام العصابة الأسدية هي مجرد أوكار مخابراتية كاذبة تابعة لا أكثر ولا أقل. اليوم هناك أمر أمريكي واضح بطرد العصابات الإيرانية من الأرض السورية. لم يقولوها لها علنا كلمة واحدة: إيران أخرجي من سوريا. دخلت بصمت منا، بتواطؤ منا على زمن أوباما، واليوم نريدك أن تخرجي. حتى الآن لم تصدر هذه الأوامر. إسرائيل لا تريدها قريبة من الجبهة، لا تريدها قريبة من حدودها. ابتعدي عن حدودي وافعلي ما شئت يعني بالنسبة لإسرائيل. ولكن خامنئي الإرهابي المجرم، والأسد يعرف ذلك، يريد أن ينتقم من أي ضربة عسكرية قادمة لا محالة لبرنامجه النووي بعد تعثر ما يسمى بالاتفاق النووي. يريد أن يخيف إسرائيل بأنه إذا ضربت مفاعلات نووية سيكون الرد عبر هذه العصابات الإرهابية، عبر وكلاء العرب، هذه العصابات التي أرسلها للحرق في كل مكان، الرد عبر صواريخي، ولكن عبر هذه العصابات الوكيلة الإرهابية. هذه هي الحقيقة المطلقة، هذه هي الرسائل المتبادلة. روسيا تعرف ذلك تماماً، وتريد أن تنأى بنفسها عن أي مشاكل مع إسرائيل، خاصة أنت تعلم تماما بأن بوتين شخصيا هدد بطرد الوكالة اليهودية مثلا من روسيا، ولن يتجرأ على فعل ذلك حتى الآن.